فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: في بلادنا يوجد تساهل لكثير من المستقيمات هناك، بحيث يضعن صورهن ولو متحجبات أو بخمار يكشف الوجه على مواقع التواصل في الأنترنت، يقول: ما النصيحة لهن في ذلك؟ أن يتقين الله عز وجل وأن يمتنعن من هذا الشيء ولا يشاركن فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ الاستعاذة؟ نعم، أمر الله بها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب. نعم. ثم يقول: رعاك الله، وإذا انقطعت عن القراءة انقطاعا بسيطا بسبب اتصال أو مخاطبة شخص، هل أعيد الاستعاذة مرة أخرى؟ لا لا، تكفي الاستعاذة الأولى، يعني هذا في حكم المتواصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: أسلمت ولدي وشم فيه صورة قبل إسلامي، هل يجب علي إزالته؟ إذا كنت تقدر على ذلك يجب عليك، إذا كنت لا تقدر فلا يجب عليك ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب لسجود التلاوة، امرأة تسأل فتقول: هل يجب لسجود التلاوة أو سجود الشكر حجاب للمرأة أو استقبال القبلة؟ استقبال القبلة نعم، وأما الحجاب إذا لم يكن عندها أحد فلا يجب عليها الحجاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: ما هو الضابط الشرعي لاستثمار في صالة أفراح قد يوجد بها موسيقى واختلاط، هل أستثمر مالي في هذا المجال؟ لا، هذه فيها محرمات. نعم، يجي يحصل فيها محرمات، فإذا كان يحصل فيها محرمات فكسبها لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند هذين الأمرين وهما عند عقد الزواج وعلى روح الميت؟ كلاهما لا يشرع قراءة الفاتحة فيه. نعم.